يمكن للسائر في شوارع المكلا والزائر لمنتزهاتها وشواطئها هذه الأيام أن يلحظ تنوعاً جميلاً في لهجات وسمات الكثيرين ممن هم حوله، بعد أن باتت المدينة مؤخراً مقصداً للباحثين عن أماكن يقضون فيها إجازة العيد. ومن بين هؤلاء أبناء مدن وادي حضرموت الذين قصدوا وعائلتهم المدينة للاستمتاع بأجوائها العيدية المميزة، خصوصاً مع بدء تحسن الأجواء الطبيعية وانخفاض درجات الحرارة. العيد في المكلا أجمل، وخاصة هذا العام بسبب توفر الخدمات وتوفر الأمن. ولا يقتصر الأمر على أبناء الوادي، فهنالك زوار آخرون قدموا من محافظات أخرى، فشواطئ المكلا الهادئة والجميلة ولدة مأكولاتها البحرية الشهية، ناهيك عن طيبة أهلها وسماحتهم، جميعها كفيلة بإغراء كل من يبحث عن إجازة مثالية بالتوجه إليها. أتينا من المارة إلى المكلا لقضاء إجازة العيد الأضحى المبارك في حضرموت التي الآن تنعم بالخير والأمان. توافد الزائرين إلى المدينة جاء كنتيجة طبيعية لتحسن الخدمات الأساسية وتوفر المنشآت السياحية والفندقية بمختلف مستوياتها، بالإضافة لاستشعار زائريها استقرار الأوضاع الأمنية فيها. هي أوقات ماتعة يقضيها الزوار والوافدون بالتنزه والتسوق والاستمتاع بالرحلات البحرية، لتبدو كل هذا كمؤشرات جدية على أن المكلا بدأت تستعيد عافيتها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.